دكتور إيهاب، لائحيا العقوبة المنتظرة على نادي الزمالك بعد الانسحاب أو الاعتذار عن كأس السوبر؟ العقوبة منصوص عليها في اللائحة، عندك عقوبة في حالة الانسحاب وعقوبة في حالة الاعتذار. الانسحاب طبعا ده ما حصلش، انه ده يعتبر اعتذار دلوقتي. فالعقوبة بتقول لك ان انت عندك غرامة مالية ½ مليون جنيه، وعندك غرامة ايضا او عقوبة تانية ان انت ما بتشاركش في السوبر لمدة او الموسم القادم. لكن في حالة الانسحاب بتتضاعف لموسمين ومليون جنيه. فالعقوبة منصوص عليها في اللائحة. ده بقى ده اعتذار ولا انسحاب طبقا للائحه برضه عشان نبقى فاهمين؟ عشان الانسحاب انا ما يعني برضه ده امر هيخص لجنه المسابقات برئاسه الحاج عامر حسين، لكن انت لو انا وانت بصراحه هقول لك انا ما رحتش وانسحبت من الملعب، ده انا اعتذرت يعني عن الذهاب. يعني لو انا بحللها انا وانت، لكن برضه ما اقدرش اتكلم في نقطه غيري، ده اللي لجنه. فانت بتتكلم ان هي اقرب للاعتذار منها انسحاب. اعتقد ان هي تكون اقرب للاعتذار يعني. وبالتالي العقوبه ممكن تبقى 500,000 جنيه و الابتعاد عن بطولة الامر زي ما قلت لك، ده يختص بالحاج عامر حسين اللي لسه هيقعد ويشوف مع لجنته مع الاتحاد الاردني. مفهوم دكتور إيهاب. الحاج عامر مشرف على